في عام 2014 ومع سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من أراضي العراق، انتشرت الميليشيات المسلحة إبان الحرب التي شنتها القوات الأمنية العراقية ضد التنظيم. جاء هذا استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى الذي دعا العراقيين لقتال الجماعات الإرهابية. فمن هناك بدأت الميليشيات تفرعاتها منضوية تحت أحزاب سياسية عراقية من جهة وحامية لمصالح إيران من جهة أخرى. ففي عام 2019 ومع اندلاع ثورة تشرين في المحافظات العراقية المختلفة، برزت أزمة الميليشيات وسلاحها المنفلت بشكل واضح وعلني. أصابع الاتهام وجهت للميليشيات بعد تزايد الاغتيالات بحق ناشطين ومحتجين كانوا طالبوا بالحد من التدخل الإيراني في العراق. فنحو 175 ألف مقاتل تضم صفوف جميع الميليشيات العراقية، جميعهم يعملون تحت مظلة ما يعرف بالحشد الشعبي، من بينهم نحو 120 ألف مقاتل يحق لهم التصويت في الانتخابات. لكن الجديد في انتخابات هذا العام هو استبعاد عناصر الحشد الشعبي من المشاركة في التصويت العسكري الخاص وشمولهم بالتصويت العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اقتصرت الفئات المشمولة بالتصويت الخاص اقتصرت على وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارة داخلية إقليم كردستان، ووزارة بشمركة، والنازحين، بالإضافة إلى نزلاء السجون العراقية. أسباب الاستبعاد فنية فبحسب مفوضية العليا انتخابات المستقلة، لكن البعض يرجع القرار للحرص على عدم تأثير عناصر الحشد على مراكز الاقتراع وأيضا على صناديقها، خاصة مع امتلاك غالبية فصائل الحشد تكتلا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية، بينما تضم الكتلة السياسية المرتبطة به في البرلمان الحالي 48 نائبا من أصل 320 نائبا. القرار بطبيعة الحال لم يرق للحشد الشعبي. هذا الاعتراض جاء على لسان المتحدث باسم أحد أبرز فصائله كتائب حزب الله أبو علي العسكري. العسكري كان اعتبر أن قرار الاستبعاد يستهدف إضعاف قوة الحشد ومصادرة انتصاراته.